مكان. شو صار؟ شو كيف الوضع؟ كيف شو اسمه؟ ما فيش أي، بس يعني الصورة أنتم شايفينها كيف الأسلوب اللي دخلوا فيه، في أطفال عنجه يعني بطريقة مش طبيعية. يعني النازيين ما بيعملوش الشغل، هجوم يعني مش طبيعي، مش أول مرة بتحدث يعني في مناطقنا أو في الضفة الغربية وقطاع غزة إجمالا. فتش الدور، ضربوا قنابل غاز زي ما شفت، كان الاقتحام. فتش الدور، الهويات، الأوراق، كل شيء في الدار، الأعذار محمود، النساء، الأعذار محمد، أعذار على اختيار جوا. فتشوا كل شيء، يعني كيسات، صور الدار 100%، الغرف هاي غرفة مين بنام فيها، شيء زي هيك. بس سأل مين أخوته، وين أخوته، فأجوا أخوته، شاف أخوته، حقق مع فايز، مع فتحي، مع الموجودين، مع النسوان، مع البنات، مع الكل. حالته حرجة جدا اللي فهمته من الضابط، يعني السيئة للغاية. ايش حكى؟ حالته حرجة جدا، هذا اللي تبلغنا فيه لحد الان. يعني بلغكم انه ما زال على قيد الحياة، انه وضعه للغاية صعب، يعني فرصة النجاة سيئة جدا.